اللي بقوله. هاي جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. بما اني دلوقتي خلاص خلصت من حياتي وكده، فانا قررت بقى ان الفتره اللي جايه خلاص هبدا جد بقى، وهبدا انزل فيديوهات ان شاء الله بشكل مستمر يعني. فاول فيديو بقى حبيت اتكلم عنه هو مميزات وعيوب ستيم. بما ان دلوقتي احنا معظمنا خلص، وفي اللي لسه بيمتحن، وفي اللي لسه هيبداوا اصلا في ثالثه اعدادي، فانا قررت ان انا اعمل الفيديو ده عشان خاطر كل واحد بقى منكم يشوف هو هيعرف يتأقلم مع المميزات دي، وهل هو هيعرف مثلا يواجه العيوب دي وهيعرف يمشي معاها وكده. قبل ما تكملوا الفيديو انزلوا اعملوا لايك، يعني انا عماله بصور وبعمل كده، اعمل لايك مش هتخسر حاجه يعني. حتى لو الفيديو ما عجبكش اعمل لايك برضه، ده حاجه غصب عنك يعني. ونبدأ بقى بأول ميزة عندنا في المدرسة، هو الاعتماد على النفس. حرفيا انتوا بتعتمدوا على نفسكم في كل حاجة. دلوقتي مفيش حاجة اسمها انا هاخد درس والمدرس هيشرح لي في الاخر، هيجي يعمل امتحان وهيقيمني هو، ومفيش حاجة بقى اسمها ان انا هروح البيت هلاقي مثلا في حد هيسمع لي او حد هيذاكر لي، مع ان اعتقد ان دلوقتي اصلا مفيش حد بقى يسمع لحد وكده. كنا دلوقتي بنعتمد على نفسنا، بس بنعتمد على الدروس بشكل اكبر يعني. فاول ميزه هو انك بتعتمد على نفسك، يعني انتوا بتاخدوا حرفيا يوتيوب مثلا، او بتاخدوا مثلا ريفرنس معين او كتاب معين المدرس بيقول لك عليه، بتاخده وبتذاكر منه. انت اللي بتذاكر مع نفسك، انت مثلا المدرس هيقول لك انت عندك شابتر كذا في الكتاب ده، فانت بتذاكر منه، بتعرف يعني ايه. انت بقى بتشرح لنفسك، بتحل مع نفسك، بتدور على الريفرنس او بتدور على الاحسن حاجه ان انت ممكن تذاكر منها. دي تعتبر من احسن المميزات في ستيم، اللي هو الناس كلها بتخش عشان عايز تعتمد على نفسها، فدي بجد بتبقى تعتبر رقم واحد تقريبا في المميزات. نيجي بقى على تاني ميزه. تاني ميزه عندنا اللي هو الكابستون او المشروع اللي انت بتعمله. انت بره اللي بيعمل بروجكت او بيعمل مشروع عامه بيبدا من اولى جامعه، احنا هنا عندنا احنا بنبدا من وانت في اولى ثانوي، اللي هو انت مثلا لما تيجي تخش الجامعه انت حرفيا كل حاجه هتبقى عارفها، تعرف انت اللي انت عملت قبل كده. عملت في سنه اولى عندك 2، في سنه ثانيه عندك 2، وفي سنه ثالثه عندك 1، فانت بتبقى دي ما بتبقاش حاجه جديده عليك، بتبقى سهله. ده غير بقى ان هي بتخليك ان انت تتعود تشتغل في تيم. يعني انت في سنه اولى التيم بيبقى مكون من 5 افراد، هو ساعتها بقى انت بتتعود انك تتاقلم مع اراء غيرك، وتعرف ان مفيش حاجه اسمها اللي هو رايي انا لوحدي وانا رايي ده احسن راي ومفيش ده لا. وده بقى بيخليك تتأقلم وتتعامل مع ناس من شخصيات مختلفة، لأن انت ساعتها هتعرف انك رأيك لوحدك مش هو اللي هيمشي. ساعتها اي شخص بيمشي قراره لأ، انت لازم تتعامل ولازم تعرف ان انت لازم تاخد برأي كل حد حواليك. انت رأيك مش لوحدك، لازم تعرف ان انت كل حاجة هتعملها لازم تكون واخد بالك منها كويس جدا، لان انت اي حاجة انت هتعملها الخطط ده هيعود على الـ4 افراد اللي هم غيرك في سنة. نيجي بقى لتالت ميزه. انت مثلا بتشتغل في تيمات كتير قوي، بتقدم على مسابقات اكتر، دي بتبقى حاجه كويسه جدا، لان انت مثلا بره مش كل الناس بتعمل تقدم على مسابقه، لان مش كله عامه يعني بيبقى مهتم بموضوع المدرسه قوي كده. فهنا بقى انت بتقدم كل شويه حرفيا، انت مثلا بتلاقي على جروب الدفعه، او في بيبقى جروب كده في كل دفعه بيبقى اسمه مشروعات ومسابقات. احنا عندنا في واحد اسمه مشروعات ومسابقات، اي مشروع او اي مسابقه تبقى موجوده بتقدم عليها. ده بقى ممكن يكون ليها عيب، انت لو قدمت على مسابقه او كده فانت ما اتقبلتش او انت خسرت في المسابقه، ساعتها بيجي لك حبه احباط، ان هو انا ما اتقبلتش طب ليه، طب انا اكيد في احسن مني، انا ما عملتش اللي عليا. مش كده، هو مش دايما اي حاجه انت هتدخلها هتبقى احسن حاجه، مش دايما اي حاجه لازم تكسبها. غير بقى ان ممكن اي حد حواليك تلاقي الناس كلها بتقدم وانت مش بتقدم، ف طب انا مش بقدم ليه، انا كده هيجي لك احباط، اللي هو الناس كلها بتقدم طب انا ليه ما اقدمش زيهم، فساعتها ممكن برضو تكون عيب من العيب. بس دي بقى بتبقى ليها ميزه اكتر من ليها عيب بكتير جدا. بتخليك تتوسع، بتخليك انت عايز تدرس، او عايز انت مثلا هتقدم على مسابقه ليها علاقه بال اللي هو علوم الفضاء، فانت عايز تدرس اللي انت ده قبل ما تخش المسابقه، فدي بجد بتخليك تتوسع، بتخليك تدرس حاجات اكتر. مثلا قدمت على مسابقه قرايه، فانت عايز تقرا، فهتقرا كتب اكتر، تبقى انسان مثقف اكتر، فدي برده بتبقى مميزه كبيره جدا. نيجي بقى لرابع ميزه. رابع ميزه اللي هي ان انت بتعيش هنا او بتعتمد هنا على نفسك لوحدك بس. انا مش عارفه ازاي قلتها ميزه وانا لا ابعد عن اهلي، بس
هي هي بالنسبه لي ميزه، بالنسبه لناس كتير ميزه، ان هي بتعلمك او بتخليك تتعود ان انت ازاي تعيش لوحدك. انا اصلا من اسكندريه ومدرستي هنا في الغربيه، فاللي هو انا كل اسبوع بسافر وبروح بسافر وبروح، فهو تعب، هو مش تعب قوي لان حرفيا المسافه ساعتين يعني، بس دي بجد بتخليك انت شخص تتغير تماما، بدل ما انت كنت كل حاجه فيها تعتمد على ماما، ماما انا عايزه كده، ماما يلا بينا ننزل، يلا بينا نعمل، فماما دايما معايا. لا دلوقتي انت عشان خاطر البروجكت او المشروع اللي انت بتعمله ده، عارفين انت بتطلع بره بتدور بقى، انا هنا بطلع بنلف طنطا كلها، انا واصحابي مفيش حد عندنا من التيم هنا من طنطا، فاللي هو اصلا انا والتيم بتاعي مفيش حد مننا من طنطا، بنطلع لوحدنا. انت او مامتك تبقى عارفه او اي حد من البيت عندك بيبقى عارف انك طالعه، بس طالعه انت رايحه فين؟ والله بجد ما ببقاش عارفه انا رايحه فين. لو بقى بفضل كل ما اقابل حد انا عايزه اروح المكان الفلاني، احنا اصلا مره تهنا هنا يعني تهنا، بس مش لو توهان، اللي هو مثلا راجل ده يجي يقول لك بصي بقى امشي يمين خش على طول امشي يمين تروحي، بصي لا معلش امشي بصي كده امشي شمال بعد كده طولي مع اول تقاطعتين، حرفيا بتبقى هزلق، بس بجد انتوا ساعتها بتبقوا تايهين او مش عارفين، بس انتوا بتبقوا فرحانين، اللي هو انا اول مره امر بالموقف ده، وبتبقى انتوا بقى واصحابكم كده، بس الموضوع يعني بيعدي بيبقى لذيذ، ودي برده بتبقى حاجه كويسه ان انت بتعرف او بتعرف تتعامل لوحدك، انت دلوقتي اتحطيت في موقف انت لازم تتعامل فيه، اصل انت مش هتقعد في الشارع يعني، ده حاجه طبيعيه، فانت لازم تتعود، لازم تتعود تتعامل مع نفسك. دي بقى لخامس ميزه، ودي تعتبر ميزه من احسن المميزات في ستيم حرفيا. ايه هي بقى الميزه دي؟ ان انت عندك كليات، انت عندك في علم علوم بتاخد كل الكليات الكليه بقى، طب اسنان صيدله علاج طبيعي طب بيطري اللي هو ده، واقل كليه عندنا كليه طبي، سواء كان في علم علوم او علم رياضه، علم رياضه بتبقى هندسه وحاسبات ومعلومات وكليه علوم برضو. اللي هو حضرتك ده مثلا درجة النجاح من 50 ماشي، من 50% نعتبر يعني، انا بدي مثال، انت لو جبت 50% او جبت 51% انت هتخش كلية علوم، اللي هو اصلا بره حرفيا ان هما بيجيبوها بالعافية. دلوقتي بره انت عشان قادر تخش كلية علوم، في ناس كتير قوي عشان تخش كلية علوم من بره حوالي حاجة و80% انت هنا بتاخدها من درجة النجاح بالظبط، دي تعتبر ميزة كويسة جدا. دلوقتي بقى هندخل على العيب. اول عيب عندنا هو المفروض ان هو ميزه، بس اللي حواليك بيخلوه ان هو عيب، موضوع المنح. دلوقتي احنا كلنا اي حد بيدخل ستيم بيسمع عن المنح، خلاص انا مستقبلي في المنحه. طيب حضرتك انت ماشي، المنحه كويسه وحاجه كويسه جدا المنحه، بس اللي حواليك يبدأ يقول لك انت داخل هنا عشان المنح، انا جاي هنا عشان المنحه، واللي جاي بعدك جاي عشان المنحه، واللي بعدك جاي عشان المنحه، فبيخلوك كل تركيزك ان انت عايز تقدم على منحه بس. ده على فكره موضوع المنح ده من حاجه كويسه جدا في ستيم، بجد حاجه كويسه جدا، بس الناس اللي حواليك تقدر تقول لك لا هو احسن حاجه انك تقدم على منح، انت جاي هنا اصلا عشان منح، ستيم ما عارفه عشان منح، فلا مش كده خالص، خليك تركز انت حابب ايه. تاني عيب، على قد ما في حاجات كتيره قوي انت بتعملها كويسه، بس ده بيعود عليك ان انت ما بتعرفش تنظم وقتك، ما بتعرفش تنظم شغلك، انت مثلا بتشتغل في التيم ده والتيم ده والتيم ده ومقدم على المسابقه دي، وانت ده غير الكابستون اللي بياخد منك اصلا وقت كبير قوي، وغير مذاكرتك، فكل ده بيعمل عليك او بيخلي عقلك مشتت، انا مش عارف اركز فين، الكاب على 60% خلاص انا هعتمد على الكاب بس، انا هضيع وقتي في الكاب بس، او انا استخدمت هضيع وقتي في الكاب، لا هي المفروض وقتي للكاب، كاب على 60% في سنة أولى لا، فأنا خلاص أنا معظم وقتي أنا هخليه للكاب، لا أنت المفروض توازن ما بين الكاب وما بين شغلك في المدرسة والدراسة، بين المسابقات اللي أنت هتقدم عليها عشان لو أنت مهتم بالسي في وعايز تقدم على منحة بره، فالموضوع ده ممكن مع الوقت هتاخد وقت كبير قوي عشان خاطر تنظمه في السنة. نيجي بقى لآخر حاجة هتكلم عليها في فيديو النهاردة، اللي هي النسبة المالية. ناس كتير قوي بره تقول لك أنا هدخل ستيم ليه وأنا مش ضامن حقي، وأنا لا أنا مش هعمل نفسي كده. طب هي ايه اصلا النسبه الماليه؟ بصوا يا جماعه، النسبه الماليه ده احنا عندنا في ستيم ما بناخدوش او ما بندخلش كليه بمجموع معين، يعني مثلا بره يجي يقول لك احنا هندخل طب مثلا من 98% فلازم كله يجيب 98 عشان خاطر يخش كليه الطب، لا احنا عندنا في ستيم لينا مقاعد في الكليه، يعني مثلا كليه طب ماشي احنا لينا فيها 100 مقعد ماشي، فاحنا المفروض عندنا ان اول 100 طالب على مستوى الجمهوريه احنا بنمتحن، عندنا بقى كده اول 100 طالب،
او ال 100 طالب دول دول مكانهم كليه الطب. عادي انا ممكن اغير وادخل المكان تاني، بس احنا عندنا بيبقى بالترتيب، مثلا كليه طب اسنان 50 مقعد، كليه كده مثلا 30، مفيش 30 انا بدي مثال يعني. بص انا مش شايفه ان ده العيب اللي هو خلاص يخليك ان انت خلاص، لا انا شايفه ان ده حاجه تعتبر كويسه، مش عيب زي ما الناس بتقول. انا اصلا كان سبب من الاسباب ان انا ما كنتش عايزه ادخل فيها مدرسه ستيم بالنسبه لمرينا، كانت كل الناس وكل اللي حواليا بيقولوا لي بالنسبه لمرينا ده لا انت مش تكوني حقك، انت هتخشي وتعملي في نفسك كده ليه، وفي الاخر عشان خاطر ما تلاقيش حاجه. لا يا جماعه الموضوع مش كده. انا وصلت معايا لدرجه ان احنا بعد ما اتقابلنا من كتر الرعب لقينا مره ما بعت لنا فويس نوت بتقول فيها ستيم ستيم دي نار نار وهتحرقكم كلكم، حرفيا كان الفويس كان بيتقال فيه كده. واحنا بقى كنا لسه في اول السنه وكنا مرعوبين اصلا ومش عارفين نعمل ايه، فاللي هو شفنا الفويس ده قعدنا بقى واللي فينا نهار واللي فينا خدها اللي هو هزار واللي انتوا بتقولوه ده، بس بجد دي مش الحاجه اللي تمنعك يا جماعه. اهم نصيحه دلوقتي انا عايزه اقولها لكم ان انتوا ما تسمعوش لاي كلام على الفيسبوك، اسمعوا من كلام حد مجرب يا جماعه. في ناس كتيرة قوي اصلا عيالها قدمت وفي الاخر ما اتقبلتش، فيلا بقى انا عايزه الناس كلها كده هنخبط في المدرسه. واحد تخش على الكومنت يقول لك مدرسه بس دي اسوأ حاجه انا شفتها في حياتي، المدرسه دي فيها وفيها وفيها وفيها. حضرتك جربت، حضرتك حتى لو جربت انت الشخص اللي انت جربت فيه ده انت ايش عارفك ان هو مش كويس، انت ايش عارفك ان ما الناس كلها عايشه ايه والناس كلها كويسه وعارفه تتعامل. فبجد ما تهتموش بكلام الناس اللي ورا، ركز انت ركز. انا كان عقلي مشتت جدا 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 في سنه ثالثه اعدادي، انا اصلا كانت عقدتي الوحيده بعيدا عن كل ده كانت عقدتي الوحيده في ان انا هبات بره. فالناس بقى تقول لك السكن وحش جدا مش هتعرف تتعاملي مع الناس ده غير الناس، فبجد ما تسمعش الكلام بره. كده اكون خلصت الفيديو بتاعي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وهتلاقوا اللينك للانستجرام بتاعي تحت، فاعملوا فولو بقى عشان خاطر اي فيديو جديد او حاجه تنزل. كمان بقالي فتره يعني اهتم بالانستا شويه وباليوتيوب وكده، فاعملوا بقى فولو. واي فيديو يا جماعه حابين ان انا انزله او ان انا اعمله الفتره اللي جايه، لان دلوقتي خلاص اجازه كبيره اهو، فاي حد محتاج اي حاجه انا موجوده، واي حد حابب يسال اي حاجه عندي على الانستجرام ممكن تدخلوا لي برايفت، انا ببقى فاتحه على طول انستا يعني، فهعرف ارد عليكم وبس كده. هو المفروض ان انا قلت ان انا خلصت والله يعني، بس يلا يعني في حاجه كده افتكرتها. كان عندي حاجه كده كنت عايزاها انك تطرحها عليكم، ان انا هعمل فيديوز شورت على اليوتيوب اتكلم فيه بقى مصيبه عملتها هنا في المدرسه، موقف حصل لي كده، موقف حصل كده. فلو الفكره دي بقى عجبتكم او عايزين انا حابه اشارككم هذه الذكريات الجميله جدا والمصايب الكتير اللي عملتها هنا في المدرسه، لو عايزين بقى ان انا اشارككم في الموضوع ده فاكتبوا لي انتوا مثلا موافقين او مش موافقين او كده، وساعتها هعمل فيديوز وبس كده خلاص بجد خلصت.